روح بقى ليه نادي الزمالك، ممكن انت كنت نجم من نجوم وسط الملعب وراجل دولي ولعبت بصراحة، كنت بشوفك قبل حتى ما تيجي نادي الزمالك وانت في سموحة كنت مكسر الدنيا. وكابتن ابراهيم تقول لنا بقى رأيك في نص ملعب نادي الزمالك دلوقتي، في اكتر من لعيب في وسط الملعب، دونجا موجود، رؤى موجود، عمرو السيسي موجود، عمر جابر ساعات بيلعبها، شايف ازاي نص ملعب نادي الزمالك؟ والله يعني بص، اولا انا بحيي يعني الفريق بتاع نادي الزمالك، فريقنا طبعا بجد الفتره اللي فاتت ديت، وفي وسط الظروف الصعبه اللي قابلت النادي في الفتره اللي فاتت، ونتغلب على فريق قوي اللي هو قوام اساسي ماديا وفنيا وتكتيكيا زي بيراميدز، فده شابوه يرجع بصراحه للعيبه قبل الجهاز الفني طبعا، لان طبعا الكابتن معتمد ده كان لسه ماسك بقاله كام يوم. كابتن معتمد قال كده اصلا. فيعني بجد بجد شابوه للعيبه الرجاله على المباراه الجميله العظيمه اللي عملوها. يعني انا احنا بص، عشان ابقى اكون مباراه معاك يا احمد، احنا برضو موضوع الايقاف والقيد والكلام ده كله مأثر معانا، محتاجين تدعيمات كتير. تمام، نص ملعب عندنا زي ما انت قلت سيسي ورؤى وعمر جابر، تمام، ودونجا، دونجا يعني ما شاء الله اسماء كويسه جدا، بس كنا برضو محتاجين تدعيمات. يعني انا شايف دونجا ماشي كويس، بشكل كويس، عمر جابر لعيب كبير، لعيب خبره، حطه في اي مكان، عمر يأدي في اي مكان، باك يمين باك شمال ديفندر، يعني عمر من اللعيبه الكبيره جدا اللي هو بيعرف يلعب، بيستخدم عقله اكتر ما بيستخدم قوته البدنية. مهاراته او فنياته، يعني عمر من اللعيبه الكبيره جدا. روى لعيب كويس جدا، وسيدي يعني نص الملعب بتاعها كويس، يعني بس برضو محتاجين تدعيمات. اتمنى ان القصه تخلص والمشاكل تخلص نادي الزمالك، عشان يعني الجمهور عارف انت تعب، يعني جمهور نادي الزمالك تعب، الله يكون في عونهم طبعا، أكيد يعني الله يكون في عون جمهور نادي الزمالك. بقى لنا فتره بنعاني، بس يعني الحمد لله ادينا وصلنا لنهائي بطوله كاس مصر، اتمنى ان شاء الله احنا ناخدها باذن الله، ونفرح جمهور نادي الزمالك اللي هو بصراحه بيتعب مع النادي كتير كتير كتير، والله والله مش عشان لعيبه الزمالك، قسما بالله من اجمد واجمل وانظف جمهور في مصر جمهور نادي الزمالك، والله 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 مش عشان انا لعيبه الزمالك وانا بتكلم في قناه الزمالك والكلام ده كله، ويعني طبعا انا يعني انا محصور على الزمالك، بس دي شهاده حق في حاجات كتير، مواقف كتير قابلتني وانا في الزمالك وانا بره الزمالك دلوقتي، يعني جمهور يعني بجد يعني من اعظم الجماهير في القاره طبعا. فاتمنى ان شاء الله ان الزمالك باذن الله الفتره الجايه يقدر يرجع تاني للبطولات. هنعاني شويه، الله يكون في عون طبعا المجلس الجديد هيعاني، بس لازم نقف كجمهور وكلعيبه وكاداره وكمسؤولين جنب نادي الزمالك عشان نرجع تاني، او يرجع نادي الزمالك تاني، يعني الألقاب إن شاء الله تدخل نادي الزمالك تاني يعني. ان شاء الله باذن الله. شايف ازاي المنافسه على الكونفدراليه، وعندك مباراه مهمه جدا بعد التوقف الدولي ما يخلص، عندك مباراه ابو سليم الليبي. والله بص، شايف الموضوع صعب، لان انت عندك نقص عددي وموضوع قيد والكلام ده، زي ما قلت لك موضوع صعب برضه، يعني محتاج يعني عارف انت مجهود كتير من اللعيبه، والله يكون في عونهم، لازم الجمهور برضه يعذر اللعيبه ويعذر النادي. انت في ظروف يا احمد، انت عارف طبعا، انت في الموضوع عارف، انت في ظروف صعبه جدا، اكيد عدد نقص عددي وعندك مشاكل وثلاثه موقوفين، فهتسافر افريقيا، ممكن تسافر بناشئين متأيدين في افريقيا، فالموضوع صعب يعني. اتمنى يكون البدايه كويسه ان شاء الله ان باذن شاء الله الله، ان شاء الله. وان احنا نكسب، والمكسب برضو زي ما قلت لك المكسب بيجيب صيت طبعا الماتشات اللي بعديها، فاتمنى يعني مش عايزين اي يعني اي هزار للنقط باذن الله، لان المكسب هيدي دفعه للعيبه في وسط الظروف الصعبه اللي اللعيبه بتعيشها طبعا. كابتن ابراهيم شرفتني ونورتني، ربنا يخليك يا ابو حميد، شرف ربنا يكرمك، شرفنا ونورنا نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر كابتن ابراهيم عبد الخالق.